السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غنعطيكم الجزء الثاني ديال روتيني قبل عيد الأضحى، وهذا النهار هو يوم عرفة، يوم كبير عند الله، واليوم صايمة، الله يتقبل منا ومنكم، ومبروك العواشر. اليوم غنعطيكم بعض التحضيرات المسبقة لعيد الأضحى، كذلك نتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم، تابعوا معايا. من التحضيرات اللي عملت في هذا النهار، يعني صوبت عجنت الخبز، درت واحد كمية قليلة ديال الخبز البطبوط، عجنته بالآلة ديال العجن وطيبت الغداء. أنا صايمة، ممكن عند الوليدات طيبت لهم الغداء ديالهم، وباش نيت نتعشاو به حنايا ملي نفطرو. كما كتشوفوا هذه التومة اللي درت في الدجاج، ديك التومة مع الربع اللي وريتكم البارح في روتيني قبل العيد الجزء الأول، وكذلك الربع، يعني داكشي موجود بلا ما نبقاو كل ساعة نقطعو. درنا غير في الثلاجة، ما حطيتوش في كونجيلاتور، كيبقى طري مزيان باقي خضر. درت فيه الخيزو وكذلك هذا المرق، طبق اللي درت دجاج بالخيزو وبطاطا، وعجنت كما كتشوفوا مني خمر ديال العجينه، قرصتها درتها كويرات، درت البطبوط وشويه ديال طيبته في الفران وشويه درت البطبوط. هاد الكويرات هادو ديال البطبوط، و وهاد العجل اللي كنصوب دابا درته للفران، درته في دهن، فنته في الفينو وحطيته في الطاوه، درتهم غير صغيورين، يعني ما درتش كميه كبيره. البطبوط كنحتاجو كذلك، كيجي لذيذ مع القطبان، كنحتاجو في الفطور مع المشويات. دابا ملي خليتهم يرتاحوا كنقرصهم، درت بالمدلك، يعني كيجي اسهل كتدلكي بالمدلك، يعني ما غاديش نخليهم يخمروا مره ثانيه. صافي دابا منين خمروا في المره الاولى، يعني دابا كنقرصهم ومقلى شاعله في نفس الوقت، ملي تنقرص كنقرص غير ربعه، والاخرى صافي كنحطهم كنطيبهم، يعني ما كنخليهمش يخمروا. كما قلت لكم يعني ما غاديش يخمروا، صافي درت غير هاد الربعه بما تسخن المقله، غنطيبهم ونقرص الاخرين. دابا كنقرص الخبز ديال الفران، ملي يرتاح شويه غادي نقرصو ونغطي عليه بما حتى يخمر ونطيبو في الفران. كما كتشوفوا الغداء هو طاب، خاصني مازال نخليه حتى يتقال شويه. اختار البطوط ديالي هو تنطيبو نفس الوقت، راه تيجي منفوخ ولذيذ بزاف، خاوي من الداخل، يعني كيجي رائع. درت جوج مقالي، انا دابا ملي كن شعلت البوطه باش نعاود نطيب باش يختار شويه. كملت دابا البطبوط، ها كيجي زوين بزاف بالطريقه، يعني تعجني وتخليه يرتاح على خاطرو، يعني مره ثانيه تنكوروه تنخليه شويه عاد يرتاح، من بعد ملي كنقرصو عاود في الاخر ما كنخليهش يخمر، صافي كنطيبوه. ملي سليت البطبوط ديالي، خويت البلاصه غسلتها مزيان، كما كتشوفوا راه نظفت رخامه، يعني كيف ما كتعرفوا العجينه راه كترون رخامه بالدقيق. من بعد ما نقيت يعني الكوزينه ديالتي مني عجنت وطيبت وكلشي، نقيت داكشي مزيان، الخبز خمر ليا، ولكن جات واحد الصدمه، البوطه كملات. كما كتشوفوا منين كتبغي طيبي الخبز في الفران كتلقاي البوطه راه صافي سالات، الحمد لله بعد منين سالات لي قبل العيد، يعني مزيان، ولكن الخبز راه غادي يخسر ليا الا خمر بزاف. دابا كنبدل في البوطه، منين ساليت ركبت البوطه وساليت ودخلت الخبز يطيب، خليت الخبز كيطيب. ودابا جيت نصلي، صليت الظهر وقريت ما تيسر من القران، يعني الله يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين.
في نفس الوقت الخبز راه خليته كيطيب. من بعد ملي ساليت طيبت وساليت شغالاتي كامله يعني الصابون خليته هو الاخر نشرته يعني دائما كنخلي الصابون هو الاخر يعني ما كيكون ناشف يعني حتى كنسالي شغالاتي هو الاخر كنشرو غير في البالكون ماشي في السطح تنشرت الحويجات ديالي كاملين ضروري الصابون يعني قبل العيد خصنا نحيدو علينا باش ما يتراكمش علينا بزاف كما كتعرفوا نهار العيد كيكون التسبان كتير انا كنحيد دائما الحوايج قبل العيد ما يبقى عندي حتى حاجه باش ما يتخلطوش ليا. بالنسبه للخبز ها هو طاب ليا كتشوفوا راه جا مزيان رطب واخا خمر بزاف كما كتعرف البوطه راه خسرت ليا الخبز كملت ليا في اخر لحظه. من تحضيرات العيد الاضحى كذلك وجدت الماز ديالي يعني لا ما مضيتيهمش كاينه واحد الفرصه اخرى تمضيهم في الدار بداك المبرد ديال الماس. كذلك وجدت القطبان ديالي يعني نغسلوهم نوجدوهم القطبان ديال العود وجدت المجمر اللي غادي نحط فيه يعني نطيب فيه الشواء القطبان كما كتشوفوا اللي بغيتي تغطيه بالبابي الومنيوم تغطيه قبل يعني باش نهار العيد يكون عندك كلشي موجود. غنوريكم الطريقه كيفاش صوبتو يعني ساهل غير كدور عليه داك الورق باش يبقى لك منظر زوين يعني تحطي يكون منظر ديالو زوين الا كان مسطي ولا كان كحل هكا مسطخ يعني مسحيه وغطيه بهذا الورق الالومنيوم كيحافظ عليه ولا كان جديد كذلك غادي يحافظ عليه يبقى ديما جديد. نتمنى ان هاد التحضيرات اللي عملتي ينال اعجابكم مستلزمات الشواء وهذا ونسيت كذلك هذا الشوايه نسيت ما وريتها لكم كذلك كنت حطها على جنب ما شفتهاش هادو كاملين خصهم يكونوا موجودين باش تهناي. وفي الاخير ملي ساليت كاع يعني ساليت وجدت واحد البخور باش نشم الرائحه الزكيه الطيبه ريحه البخور كيعجبني بزاف شريت هاد الفاخر هذا الصغيور كنسخنو فوق البوطو وكنديرو في داك المجمره ولا هذيك ديال البخور تحطي فيه وديري فيه البخور اللي عندك في الدار كيجي زوين بزاف. نتمنى ان هاد الروتين ديالي يعجبكم. مع السلامه.